بعد توجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة، وهي ليست سوى خطوة أولى على طريق قضائي طويل، فماذا بعد الاتهام؟ مساء الخميس اتصل ممثلو الادعاء بمحامي دونالد ترامب لتحديد موعد مثوله أمام المحكمة في نيويورك ليتم إخطاره رسمياً بقرار الاتهام، ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيوافق على المثول بنفسه أمام محكمة نيويورك في بداية الأسبوع المقبل. جو تاكو بينيا محامي الرئيس السابق قال إن ترامب لن يتم تقييد يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه بين فريق الدفاع والمدعين في منهاتن. وفي حال رفض ترامب المثول أمام المحكمة يمكن توقيفه، وسيكون من الضروري بعد ذلك تسليمه من فلوريدا حيث يعيش إلى نيويورك، إذ إن لكل ولاية نظامها القضائي الخاص بها، وبمجرد دخوله للمحكمة سيتم تصويره وتسجيل بصمات أصابعه، وسيعرض على القاضي الذي سيسأله على أي أساس سيدافع عن نفسه. بعد ذلك قد يخوض محامو ترامب معركة قضائية لمحاولة إبطال اتهامه، وفي حال فشلوا في تحقيق ذلك فإن المسار الطبيعي للعدالة ينص على 3 سيناريوهات بعد لائحة الاتهام، وهي إسقاط التهم عن ترامب، كما يمكن له أيضا عقد اتفاق مع النيابة العامة والموافقة على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمات والحصول على عقوبة أخف. وقد ينظم القضاء محاكمة، لكن يجب أولا احترام العديد من الإجراءات مع جلسات استماع سابقة عديدة.